اهلا بيكم، اتمنى ربي دايما تكونوا بخير. معلش انا اتاخرت شويه النهارده، طبعا هننزل حلقه عن برج العذراء ونسبته المئويه في التخاطر مع باقي الابراج، لان برج العذراء هو اللي اخذ لايكات اعلى. يعني لما عملنا برج الاسد قلنا اكتب اسم برجك واللي هياخد لايكات اعلى هو اللي هنبدا بيه وهكذا. لكن طبعا سريعا في البدايه خليني اقول لك، لو انت لسه جديد عرفنا اكيد بنفسك عشان نرحب بيك ما دام انضميت لعيلتنا المميزه دي، ويا ريت كمان ندوس اللايك بقى التشجيع اللي تعودنا عليه منكم قبل ما نبدا. ويلا بينا نبتدي وسريعا. الحلقه دي او حلقاتنا جديده، يعني ايه جديده؟ يعني محدش يتكلم عنها قبل كده، فبتبقى محتاجه في البدايه حاجه بسيطه كده نفهم طبيعه الحلقه. النهارده هنتكلم لو العذراء بقى هو المرسي وبقيه الابراج هي اللي بتكون بتاخد دور المستقبل منه، هناخد من المركز ال 12 من اقل الابراج تجاوبا مع برج العذراء للقمه الاعلى برج تجاوبا معاه. واللي مش عارف يعني ايه تخاطر، انا مثبت في اول تعليق حلقه مفصله عن التخاطر 9 دقائق تقريبا وشويه، ادخل اسمعهم بعد ما تسمعهم لو انت مش عارف حاجه عن التخاطر يعني بعد ما تتفرج على الحلقه لو انت مش عارف اي حاجه عن التخاطر تقريبا هتخرج عارف كل حاجه عن التخاطر. توقعوا معايا بقى، بما ان معانا كل الابراج في الحلقه دي، مين هيكون معانا في المركز ال 12، ولا سيما مين اللي هتكون العلاقه او انجح علاقه مع برج العذراء في المركز الاول بما ان كل الابراج موجوده، وما ان كمان انا بقرا كل توقعاتكم وبيعجبني ذكائكم وبقرا كل تعليقاتكم. في المركز ال 12 معانا برج العقرب المائي. برج العقرب لو هو المستقبل من برج العذراء والعذراء هو المرسل، العذراء في الإرسال نسبته يعني جيدة، ولكن العقرب نسبته في الاستقبال من العذراء مش عالية قوي. إذا النسبة هنا عندنا بتتراوح أو بتصل ل 65%، وده أقصى مدى ممكن توصل لها العلاقة بين البرجين دول في حالة ما يكون العذراء هو المرسل والعقرب هو المستقبل. طبعا عايزين نقول حاجة بنقولها في كل الحلقات دي ملهاش علاقة بالتوافق بين الأبراج. ممكن يكون برجين العلاقة بينهم في التوافق عالية بس التوافق صعب، أو في التخاطر عالية بس في التوافق صعب، والعكس ممكن تكون العلاقة بينهم في التخاطر قليلة بس توافقهم مع بعض كأبراج كويس جدا. فرجاء نفصل بين ده وده، معلش الحلقة دي محتاجة توضيح. طيب في المركز ال 11 تتفاجئوا، يمكن لما خدنا برج الأسد الحلقة اللي فاتت كان القمة أو البرج اللي معاه في القمة في التخاطر كان العذراء، ولكن الأسد هنا بيجي مع العذراء في المركز ال 11. العذراء قدرته للإرسال لبرج الأسد والأسد قدرته على الاستقبال من العذراء ما بتؤهلهمش إن هم ياخدوا في العلاقة بينهم أكتر من 75%، وإن كان النسبة دي بتتفوق تفوق ملحوظ على علاقة العذراء والعقرب في التخاطر. بينما في المركز العاشر هيجي معانا برج الثور الترابي اللي بتصل النسبة بينه وبين العذراء في التخاطر ل 76%. أنا كاتب كل النسب قدامي بالورقة والقلم عشان نكون في منتهى الدقة وإحنا بننقل المعلومة. الثور مع العذراء في حالة العذراء هو المرسل والثور هو المستقبل، النسبة هنا بتصل ل 76%. بينما بقى في المركز التاسع يجي برج العذراء مع واحد من أعند وأقوى الأبراج ألا وهو برج الجدي، وهنا بترتفع طبعا النسبة بشكل ملحوظ جدا بتصل لستة أو ثلاثة عفوا 83%، بتصل ل 83%، وهي نسبة أيضا في التخاطر معقولة وجيدة ومحفزة أيضا. بينما بقى معانا في المركز الثامن العذراء بيجي مع واحد من اكثر الابراج المحبوبه واللي ليها شعبيه وهو برج القوس الناري، وهنا ايضا النسبه جيده بينهم بترتفع ل 87% في حال طبعا العذراء هو المرسل والقوس هو المستقبل. بينما في المركز السابع ايضا صديقه وجاره برج الحمل بيجي مع برج العذراء متفوق ب 2% بس، هنا النسبه بترتفع ل 89%، ونقدر نقول هنا ان العذراء ونقدر نقول هنا ان العذراء او الحمل قدرته كويسة في الاستقبال من برج العذراء في ما يسمى بعملية التخاطر. البرج اللي بعد كده في المركز السادس هو برج الجوزاء الهوائي اللي بتصل نسبته، خلاص دخلنا في التسعينات بقى والعلاقات المبهرة في النجاح بتاعها، بتصل ل 90%، نسبة طبعا ممتازة. احنا دلوقتي فاضل معانا الخمس مراكز اللي هي الطب في الحلقة دي اللي العلاقة بتكون مذهلة واكتر من مذهلة كمان، ونتائجها مرضية جدا ومحفزة جدا في عملية التخاطر. ولكن رجاء اللي بينسى
بينسى، مش هنقول يكسل، يدعم الحلقة بلايك. الموضوع ده مهم جدا يا جماعة، والحلقات دي حلقات محدش اتكلم فيها قبل كده، وفي ناس كتيرة قوي بيهمها الموضوع ده، واللايك معلومة كده هو اللي بيوصل الحلقة لأكبر قدر من الناس. فرجاء رجاء يعني نحب الخير لكله كده، ونحب ان احنا نوصل المعلومة لكله، مش هتخسر حاجة، دوس لايك، مهم جدا لدعم الحلقة دي ولتوصيلها لأكبر قدر من أصدقائنا وإخواتنا اللي أكيد بيهمهم الموضوع ده وفي غاية الأهمية بالنسبة له. تعالوا بقى ناخد البرج اللي في المركز الخامس مع برج العذراء، وتوقعوا معايا من الخامس للأول، يلا بينا. جار برج الجوزاء وصديقه ومشترك معه في المجموعة الهوائية، ألا وهو برج الدلو الهوائي، بينفرد مع برج العذراء في المركز الخامس، وبتصل النسبة ل 91%، وهي أيضا علاقة أو علاقة تخاطر بقى ناجحة بشكل عام. لو العذراء هو المرسل والدلو هو المستقبل، الدلو قدرته حلوة قوي للاستقبال من برج العذراء، وأيضا العذراء متمكن جدا في الإرسال لبرج الدلو الهوائي. بينما بقى في المركز الرابع معانا آخر برج في المجموعة الهوائية، ألا وهو برج الميزان، اللي بيحجز لنفسه المركز الرابع مع برج العذراء، واخد نسبة 92% عشان بيضرب رقم فلكي في موضوع طبعا التخاطر ونجاح عملية التخاطر مع برج العذراء بشكل عام. في المركز الثالث بقى، حد توقعه؟ اكتبوا، بقرا تقريبا كل تعليقاتكم. بس معانا في المركز الثالث برج الحوت المائي، علاقة ناجحة جدا في التوافق وفي التخاطر على حد سواء، وصلت نجاح او نسبة نجاح العلاقة دي ل 93%، ولا سيما بقى العذراء لو كان بيقوم بخطوات التخاطر على اكمل وجه. العلاقة دي ناجحة جدا جدا لاعلى او لمنتهى طبعا النجاح، او لاعلى قمة النجاح لو العذراء بيعمل تخاطر مع برج الحوت المائي. العلاقة ناجحة جدا، بس قلنا شرط ان انت تكون عارف هتعمل ايه. رجاء التخاطر محتاج تمرس والصبر، الحاجتين دول مهمين قوي. تعالوا بقى ناخد المركز الثاني وناخد المركز الاول وتوقعوا معايا. في المركز الثاني حاضر معانا احد ملوك الرومانسية، وهو برج السرطان المائي، اللي بيشكل ثنائي ولا اروع ولا اروع من كده في التخاطر مع برج العذراء، عشان يتفوق على كل الابراج اللي احنا قلناها دي ويحجز لنفسه وبجدارة المركز الثاني بنسبة تصل ل 94%. يا عذراء يا اللي بتحب برج سرطان ونفسك ان انت تراسله بسرعة، مستني ايه؟ اعرف يعني ايه تخاطر واتمرن عليه وابدأ راسله، العلاقة ناجحة جدا جدا. تعالوا بقى نتعرف على المركز الاول، يلا بينا. طبعا من المفارقات اللطيفة واللي قلما ان هي ممكن تتكرر معانا، ان انت تلاقي ان انجع علاقة تخاطر بين العذراء والعذراء نفسه، العذراء مع العذراء في التخاطر، ده قدرته لإرسال ده ولا أروع، وده قدرته من استقبال أو من الاستقبال من ده ولا أروع من كده، وصلت ل 95%، وهي أعلى نسبة نجاح تخاطر بيعملها برج العذراء مع برج مع أي برج تاني، ألا وهو برجه العذراء مع العذراء، المركز الأول وبجدارة. اكتبوا بقى أبراجكم وإحنا بنمشي بالديمقراطية، أنا ما عنديش تحيز لأي برج عامة، البرج اللي بياخد لايكات أعلى خلاص بعرف إن ده هو العدد الأكتر، وهو ده إن شاء الله اللي هنعمل الحلقة القادمة عنه، لأننا هنعمل سلسلة حلقات كاملة عن كل الأبراج في الموضوع ده. ما تنسوش بقى اللي نسي يدعم الحلقة بلايك، مهم جدا. ما تنسوش طبعا زي ما قلنا موضوع مهم جدا جدا، محتاج دعمكم، محتاج اللايك بتاعكم اللي هو اكبر داعم طبعا. ويلا بينا بقى على المنتدى، عشان اللي لسه ما صوتش او ما اختارش معانا حلقة يوم الجمعة يشاركنا برأيه، ويكتبوا لي طبعا بقى آراءكم ومشاركاتكم في الحلقة دي. انا تقريبا بقرا زي ما قلت لكم كل التعليقات، وفي عدد كبير قوي هو عارفني وانا عارفهم، بستنى رأيهم يعني تحديدا بعد كل فيديو، واكيد حابب ان انا اعرف اكتر واكتر، وندعم كمان طرق التواصل بينا، وهتوحشونا.